السلام عليكم يا شباب، وحشني جدا. كان في شخص عزيز كده من ضمن الناس اللي متابعة قال لي هاني انت بطلت تحمسنا ليه؟ انا ما بطلتش والله، انا بنزل فيديوهات وانا بتمرن، بحس ان يعني شايفني بتمرن قدامك فمعناها ان انت لازم تتمرن انت كمان. بس النهاردة عايزني اتكلم، حاضر هتكلم. اهم حاجة ان انتوا تبقى فاهمين ان انا بموت، ده رقم واحد. الدايت شديد جدا، الكربوهيدرات قليله. وطبعا الناس اللي مش فاهمه يعني ايه الكربوهيدرات، اللي هي بتتمثل في البطاطس، في الرز، في العيش، كل ده الكلام ده قليل جدا. انا الكرب بتاعي في اليوم يوم كامل تقريبا 120 جرام، يوم كامل 120 جرام كربوهيدرات. ف مطلوب مني ان انا اعمل كارديو الصبح، ومطلوب مني ان انا اتمرن تمرين يليق بالمستوى اللي انا عايز اعمله عشان خاطر الحاجه اللي انا يعني داخل عليها. فدول الكلمتين عن انا. ومعلش سامحوني، في الفيديوهات اللي فاتت ساعات انا ببقى خلصان، مش قادر اتكلم، نفسي بيبقى خلصان. بس ما علينا، انا هتكلم النهارده على الليج بريس اللي هو الجهاز بتاع الدفع. للناس كلها اللي بتعمل الليج بريس، انا عايز منكم حاجه بسيطه. لما تيجي تحط وزن خليك واثق 1000% ان انت مش هتنزل نص، لان كل الناس بتحط اوزان. يقعدوا يكتبوا لي انا لما بنزل فيديوهات مثلا على ليج بريس باوزان عاليه، يقعد يقول لي انا كابتن بشيل اكتر منك. على عيني وراسي انت بتشيل اكتر مني، العمليه مش تحدي، بس الفكره ان انت تنزل للاخر مش تنزل نص وتقول لي انا بحط 1000 كيلو. نتفرج على الفيديو بتاع روني كولمان اللي حاطط 1000 كيلو على الليج بريس، بينزل لغايه فين؟ بينزل تحت. اوريك دلوقتي انا مش حاط وزن كبير، هما كلهم على بعضهم بتاع 300 كيلو، مش حاجه يعني، انتوا بتشيلوا اكتر مني. بس الفكره الرائعه ان انا على 120 جرام كارب في اليوم، دي لازم تحطها في اعتباراتك. يعني لما تيجي تحط الوزن لازم تبقى عارف، حاطط في دماغك ان الوزن ده هينزل للاخر. ده واحد. رقم اتنين، بالنسبه للشداد اللي انا بحطه على رجلي ده عشان بس يمنع الاصابات، لان انا دلوقتي الغضاريف عندي كلها ناشفه لان الميه بتاعتي قليله والاكل يعني مش كتير، فالعمليه بتبقى يعني شبه دايما في خطوره ان انت ممكن يجي لك اصابه يعني، فبراعي على قد ما اقدر. وبالنسبه للناس اللي بتقول لي هاني انت بتفرد رجلك في الاخر الدفعه خالص، الرباط ده لما بربطه بص مخلي رجلي عامله ازاي، مش ستريت، رجليا جايه بزاويه، غصب عني استحاله افردها، استحاله يعني، هو الحبل الرباط ده شدد عليا جامد، فانا استحاله ان انا اقدر اعمل كده. فتعال نشوف. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، اثنين، لو مش هتنزل تحت ما تتمرنش بيه. ثلاثة، كلام لي انا كمان. اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تنسوش تنفسوا يا جماعة، تسعة، يا واحدة ان شاء الله على خير، عشرة. زي ما قلنا ان انا على كارب قليل وفتره تنشيف وكده، وبتمرن عادي. عارفين الدم العربي
الدم العربي بجد بقى. يخش الجيم حبيبي كابتن قال لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ حط اوزانك يا عم، حط اوزانك. بدخلني 530 كيلو، انا عن نفسي انا عارف انه ما اقدرش. لا يقدر يقدر يقدر، بس هو ما اعرف يعني عنده تردد شويه، يحب التكنيك اكثر من الوزن. انا بالنسبه لي انا بحب انزل للاخر، فهو بيقول لي ما تنزلش يعني خليك نص نزله تمام. فانتوا شوفوا الفيديو وحكمه، لأن العضلة مو دائما تحتاج تكنيك، في بعض الأحيان تحتاج وزن يصدمها حتى تبقى. 530 ربنا يستر وما نطش النهارده. طبعا بالمناسبة حسيت بالسابق أنني ما راح أساعدك. اهم حاجه لو حصل لي حاجه يا جماعه دمي مو انا المسؤول، في رقبتي مو انا المسؤول. لا اله الا انت سبحانك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. يلا يا محترم درس تين كيلو. بسم الله فخلي بالك انه انا ما ساعدك، ساعد نفسي. لا اله الا انت سبحانك. تمام اتفاق الله خيرك. تمام عشان اللي ما بعتقد متفقين، انا ما بعتقدش بالنزله دي. تمام اتفق يا الله. تمام انا ساعدك ترى علي. يلا قلت لكم انه علي يوم ما راح اساعد، وانتم حكموا النزله هذه تشتغل لو ما تشتغل. ننزل تحت ونخلي بالنا من صحتنا ونروح الجيم نتمرن. يلا سلام عليكم.